هذا الشيء اللي واقع دابا في الديربي وهاد المناوشات اللي واقع في ما بين لي باج ف هي مناوشات اللي نتمنى يدير لها حل. الجمهور ديال الوداد كيطالب بلازون 7 حتى هي تكون مسدوده. سوي داكو تكافؤ فرص. الجمهور ديال الرجاء غادي يكون حاضر ان شاء الله. مي انا رسالتي للسي بدراوي الله يجازيك بخير السي بدراوي رمضانك مبارك سعيد. رسالتي لك هي الله يجازيك بخير بقص الاثمنه باش ما يكونش باش الجمهور الودادي ما يقاطعش. ماشي حيت الجمهور الودادي ما عندوش ولا انا كنستهزئ به، لا، مي بغينا تكون الاثمنه مناسبه باش الجمهور الودادي يدخل، باش الجمهور الرجاوي يدخل، باش نعيش لومبيونس ديال الديربي. هذا ديربي غيتلعب بالليل لاول مره بعد الديربي ديال 2019 ديال ريمونتادا. دونك من بعد داك الديربي ما بقيناش شفنا ديربي اللي كيتلعب بالليل، دائما كيتلعب بالنهار. دابا غنعيشوا في رمضان وبالليل اجواء زوينه، وهذا الديربي هو ديربي عالمي وكيتصنف من بين احسن الديربيات في العالم. بغينا يكون حضور الجمهور، بغينا الجمهور الوداد يحضر ويطلع ديسك، بغينا الجمهور الرجاوي يحضر ويطلع ديسك، بغينا الاجواء تكون مناسبه، يكون ديربي في مستوى، يكون بالطعم ديالو، اجواء ديالو. اما الا بقى ب 100 درهم فانا كنشوف باللي الوينرز الهضره كدور بانهم غادي يقاطعوا الديربي. وبعض لي باج كتلوح باللي كيقولوا باللي حتى شي ودادي ما يدخل ما يقطع تيك. وإلا كان غير الجمهور ديال الرجاء في الديربي والجمهور ديال الوداد ما كاينش، فالديربي بدون طعم. الديربي غادي يكون بدون طعم وغادي يكون بدون ذاك الرونق، ذاك الجماليه ديال الديربي ما غاديش تكون في الدير في هذا الماتش. هذه الحقيقه. نتمنى الجمهور الله يرحم لكم الوالدين، هذه العواشر هذه سيروا تفرجوا ورجعوا. كفى شحال واحد دوز الشغب الصغر ودابا راه دار عقله. ناخذوا هاد الناس قدوه. من حقك تبغي فرقتك، من حقك تشجعها، من حقك دير المستحيل على قبلها، ولكن بلا شغل. سيروا تفرجوا، رجعوا، سيروا ديركم تسحروا باش ترجعوا لوالديكم. الله يجازيكم بخير. هذه رسالتي كنبغي نقول لكم. انا النتيجه اللي كنتوقعها هي كنتوقع ان الوداد حاليا مزيان بلي فور، الراجع حاليا حتى هما مزيان. كنظن بلي الفريق اللي غيكون مركز اكثر هو اللي غيربح نقاط هذه المباراه. انا رسالتي للسي بدراوي الله يجازيك بخير، دير شي حل باش ما بغيناش نشوفوا ديربي ويكلو، ما بغيناش نشوفوا ديربي ويكلو السي بدراوي، بغينا نشوفوا ديربي بالجمهور، ديربي بالمتعه، ديربي اجواء اللي زوينه. حيت في الاول وفي الاخير الى نجح الديربي راه هو نجاح للكره المغربيه اللي مقبله على تنظيم كاس العالم في 2026.